طيب انا عندي موضوع عاوز اكلمكم فيه وبعدين نتناقش فيه. اول مره افكر فيه ويجوز ما يكونش موضوع ناضج قوي لانه انا بخترعه بالحقيقه. هو سميته The Orthodox Apologetics. حد فيكم قرا في الابولوجيتكس قبل كده؟ في ناس قرت في الابولوجيتكس اللي هي علم الدفاعيات، اللي هو ساعات يسموه reasoning او defending faith او reasoning faith او to use logic في الفيث. وانا غاوي الموضوع ده، بس انا اكتشفت انه الابولوجيتكس الحديث كله غير المنهج الارثوذكسي في الابولوجيتكس. هشرح لكم الوجهة نظر الابولوجيتكس الحالي. الدفاعيات الحالية مبنية تماما على المنطق والعلم عشان بتخاطب ناس عقلانيين متشككين. يعني مثلا ما تقرأ كتاب زي A Case for a Creator، كتب واحد ملحد بقى مسيحي لف على علماء في أمريكا يناقش قضية انتوا كعلماء شايفين في creation ولا ما فيش creation، لأن أغلب العلماء المشهورين المحترمين قالوا there should be creation، لازم يكون في مخ معين تدى، مش ممكن العشوائية تكون طلعت الدنيا. هو عملها ايه؟ by science by logic. راح عمل research ولف على علماء في الوقت اللي فيه علماء تانيين بيقولوا له لا، فبرضو القضية معلقة. لكن هو انتكل هنا على العلم كعلم. برضو الفيلسوف زي سي اس لويس دخل على المسيح بشكل فلسفي عقلاني منطقي. هل ينفع ما يكونش في ربنا؟ هل ينفع يكون ربنا مش فارق مع الناس؟ هل ينفع ربنا يكون شخص تاني غير يسوع؟ دي قضايا بالعقل وصل الى اجاباتها المسيحية. ده اسمه علم الدفاع الحالي المسيحي. هنا المرجعية للعقل البشري، المرجع هنا الدماغ. بس تلاحظوا بقى اللي غاوين ابولوجيتكس، الناس اللي بتقرا كتير او كده، الموضوع ما بيخلص. ليه؟ لو حضرت اي ديبيت بين واحد ملحد وواحد مسيحي، انت تقول ريزون وهو يقول ريزون، وانت تقول حجه وهو يخبط حجه، وغالبا نسبه الاقتناع ضعيف، لأن القصة ما بتخلص. وفعلا هي بحر ما بيخلص، لأن العقلانية خلي بالكم مش هتخلص، لأنه أنا بعتبر مرجعي دماغي، فدماغي لسه بتقول طب ما يمكن، طب ما احتمال، طب why not، ومش هنخلص. وهنا العقل كمان related للإنجيل، لأنه الشخص المسيحي اللي بيستخدم عقله بيمزج العقل بالإنجيل، يعني بيحاول يدافع عن الإنجيل بس بعقله. ده الأبولوجيتكس الحالي أو اللي طلع من أمريكا من اللي يعني أو الكنائس البروتستانتية، لأن هم مؤخرا هم أكتر ناس انشغلوا بالدفاع عن الإنجيل وعن وجود الله وكده. الحقيقة بقى أنا اكتشفت أنه الكنائس الأرثوذكسية ما عندهاش العلم ده. حتى لما بقينا ندور في الايسترن ارثوذكس ستاديز لقينا الابولوجيتكس قليل، لانه هو ما طلعش من الكنيسه الارثوذكسيه بالطريقه دي. الكنائس الارثوذكسيه ما كانتش عمرها عقلانيه، خلي بالكم ما تتخضوش من الكلام ده. الكنائس الارثوذكسيه تميل للقاعده اللي قالها المسيح، اخفيتها عن ايه؟ الحكماء والفهماء واعلنتها للاطفال. يعني لو مشيت سكة العقل مش هنخلص، هنضيع وقت. طبعا أنا عارف إن الكلام ده مش هيعجب ناس فيكم، وأنا مش بلغي إن العقل له دور، بس الكنيسة بخبرتها حاسة إنه لو هنقعد نتكلم عن العقلانية الزيادة مش هنخلص، مش هنكسب كتير. لازم هتيجي لحظة انفتاح القلب، لحظة إيمان الأطفال، لحظة التصديق. والتصديق اللي هو لازم هيتخطى العقل في لحظة. فأشرحها لكم لسه. علم الدفاع الأرثوذكسي يعتمد على خبرة الكنيسة الحية. يعني إيه؟ يعني لو رجعت 2000 سنة وسألت واحد مسيحي طالع من الكنيسة، بذمتك في ربنا؟
يضحك يقول لك طبعا، يقول له اثبت لي، يقول له انا لسه كنت قاعد معاه دلوقتي في الكنيسه وكلته. فمين الرد هيمشي في اتجاه مختلف ازاي؟ مش هيقول له بص بقى باي فيلوسوفي باي ريزونينج باي ساينس، لا مش هيمشي في السكه دي خالص. هيقول له ده انا قاعد معاه، ده انا بحكي معاه، ده انا معاشره، ده انا لازق فيه، ده انا باكله. فانت بتقول لي انه مش موجود ازاي؟ موجود بالنسبه لي موجود. فتبصوا تلاقوا المنطق الارثوذكسي مبني اكتر على الخبره، على المعايشه. تصور ان انا جيت في يوم وقلت لك ايه، وانت حضرت والدك، ووالدك راجل طيب ويعني كلم عليا انا بلاش انتوا، والدي مشي راح السماء. وبعدين انت جيت فجاه تقول لي على فكره ما كانش في حاجه اسمها والدك، مش هقول لك ما ينفعش لاني انا انسان ولازم يبقى لي اب وجد، هقول لك ابويا يا ابني، ابويا عشت معاه كتير وحافظ شكله وحافظ صوته. الموضوع انت بتتكلم في ايه، ده ناكلك يعني. الموضوع هنا مش هيمشي بطريقه البيولوجي بيقول ان انا ما ينفعش اكون كده من غير ما يبقى لي اب وام، مش هيمشي كده. هيمشي ببساطه انه يا ابني انا بتتكلم بتهز ثوابت بالنسبه لي مش ممكن تتهز. تقول لي ابوك مش موجود ازاي؟ ايوه ابويا سافر السماء بس كان موجود طبعا وعارفه كويس قوي، وما ينفعش تقول لي ان هو انه فكره وانه وهم، وان انت على فكره اخترعته. ورهوني دلوقتي وانا اصدق ان كان ليك اب. ايه كلام الهلس ده؟ فهمت الفكره؟ انا بالنسبه لي بالطبيعه بالتلقائيه هلاقي نفسي ما بمشيش خالص مع الريزونينج ده. ده اللي قصدته بكلمه خبره الكنيسه الحيه. هنا المرجعية التاريخ. التاريخ هنا مرجع بمعنى ايه؟ مثلا أثناسيوس الرسولي ما يعتبرش من الآباء المدافعين بشكل حرفي، هي قضيته الأساسية كانت إثبات لاهوت المسيح، مش وجود الله، وإن كان كتب في وجود الله كتاب حلو عن رسالة للوثنيين. بس بصوا في بعض القضايا عشان يأكد المسيحية قال ايه؟ قال بصوا على الشهداء، لأن في زمن أثناسيوس، أثناسيوس ده نيقية 325، أبو سيفين مثلا 250، عشان تتخيلوا إحنا فين في التاريخ. فكان ده عز الاستشهاد قبل أثناسيوس ده. البابا بطرس 17 خاتم الشهداء، البابا أثناسيوس 20، فكان الدم للركب. وعادي بقى مريمينا ده وأبو سيفين وماري جرجس دول أول امبارح، متخيلين؟ فضمن كتاب تجسد الكلمة يقول ايه؟ هو في اثبات اقوى من ان الشباب كل دول بيموتوا من اجل المسيح مبسوطين؟ هنا ما قالش كلام لوجيك قوي قد ما قال خبرة الكنيسة. فهمتوا الفكرة؟ يعني واحدة من حجج الابولوجيتكس النهاردة شباب ليبيا مثلا، انا بوريكم طريقة التفكير الارثوذكسية في الدفاعيات مش العقلانية قوي. طبعا مردود عليها، انا خلي بالكم انا عارف ان في ناس هتقول لي طب ما هو ممكن يقول لك دول مغيبين ودول مش عارف ايه، ممكن يتقال حاجات كتير. بس احنا طريقتنا في الدفاع ان دول اللي تناولوا ومع غلبهم ومع فقرهم ومع العذاب اللي شافوه في حاجه مثبتاهم مخلياهم واثقين حتى الدم انه في مسيح ومسيح حقيقي ومستنيهم في السماء ومش خايفين من الموت. هتقولي انت ما قلتش منطق. انا ما قلتش منطق، كلامك مش ريزنبل، مش مهم. واضحة بقى الاتجاه الارثوذكسي في الدفاع، الارثوذكس ابولوجيتكس ما بياخدش قوي حجة بحجة. هو مش ضد على فكرة الحجج، انا نزلت كتاب اسمه المنطق في حوارات المسيح، مش ندمان عنه يعني، بس نفسي انزل كتاب تاني بالمعنى ده اللي هو الدفاع بالخبرة، الدفاع بالعشرة، الدفاع عارفين طريقة يوحنا الرأي؟ أو ده بقى الأرثوذكس أبولوجيتكس، الذي رأيناه بعيوننا، الذي سمعناه بآذاننا، الذي لمسته أيدينا. يا عم اديني قول لي الشمس بتطلع ازاي ومش عارف الفيزيكس بيقول ايه والبيولوجي، يا عم أنا عشت معاه.
فهمتوا؟ أنا عزت معاه هي دي حجته، تقبلها وما تقبلهاش. قبلها بس في إنجيل يوحنا يقول الذي عاين شهد وشهادته حق، لأنه كان واقف تحت الصليب. الأرثوذكسي بيقف تحت الصليب، دم المسيح بتاع الإفخارستية بيقول له المسيح حي، وبيقول له المسيح ربنا. ولما يجيبوا له فلاسفة الدنيا ما دماغه ايه قفل بقى ولا يهزوه سنتي. هنا العقلانية ممكن تتغلب، الخبرة ما بتتغلبش. العقلانية ممكن تتغلب، وفعلا لما نحاور الناس اللي متكلين على الريزونينج قوي ممكن يتهز. اذا المرجع في الدفاعيات الأرثوذكسية هي حقيقة ان المسيح تجسد، وانه ما زال حي وسطينا في الإفخارستية، وان الكنيسة الحية بتؤكد وجود الله، لان الناس دول فيهم ربنا. فالموضوع اكبر من انه بالورقة والقلم تعال اثبت لك ربنا، لا لا، اهو ربنا روحه في الناس دي. والتاريخ والاباء كل دي دفاعيات أرثوذكسية. هقولها بطريقة تانية. العقلانية زمان كانوا يسموها الغنوصية، والغنوصية آلة بتهرطق. خلي بالكم مش كل واحد عاقل بيفكر هرطوقي، لكن كتير من العاقلين اللي فكروا طلعوا برا الخط. فالكنيسة ادتهم تايتل، جنوزس دي جاية من نوليدج، اللي هم ألهوا العقل، اعتمدوا ان العقل مرجعهم. هل احنا بنعتمد ان العقل مرجعنا؟ لا، احنا بنعتمد على حاجة اسمها الاعلان الالهي. الله اعلن عن نفسه، احنا زي العيال بنقول امين حتى لو ما فهمناش كل حاجة. محدش هيقدر يفهم سر الثالوث بكل جوانبه، محدش ممكن يدرك التجسد من كل جوانبه، لا غير المدرك، بنسمي ربنا كده. لكن احنا مسيحيين بإيمان مش بالعقل بس، العقل مش ضد الإيمان، لكن احنا أساسا إيمانيين مش عقلانيين. فالعقلانية سلاح ذو حدين، اللي هي مبنية على أنه هغلبك بالحجة بالعقل، وده سلاح ذو حدين، لأنه لو جه واحد أكثر ذكاء ممكن يهز عقلك أنت، فتلاقوا الحكاية ماشية إيه، الآي كيو بقى يكسب هنا. الأكثر علما قد يكسب الجول، وهناك علم كاذب الاسم. عارفين ليه الملحدين بيزيدوا دلوقتي؟ جزء منها ان العلم اللي معروض في السوق مش علم نقي. تخيلوا كده، العلم الموجود في العالم مش علم نقي. بمعنى ايه؟ ممكن شركة معينة عاوزة تبيع حاجة معينة تدفع مليار دولار لجامعة عشان تطلع حاجة معينة وتقول انها استنتاج علمي تخدم على مصالح الشركة دي الى هذه الدرجة. الكلام ده بجد، لكن حتى برا اللي عارفين كده ان العلم مش بيور قوي زي ما الناس فاكراه. العلم بيطبخ، ويمكن بتوع الابولوجيتكس يحكوا لكم انه طلع عالم انجليزي من 40 سنة كده قال انه لقى حفرية الترانزيشنال زون بتاعت انه القرد بقى انسان، وقال بقى خلاص كده اتحسم الموقف، الانسان طلع عرض ولقينا بعدها بعشر سنين اعترف ان هو ركبها تركيب وانه ما لقاهاش، وكانت فضيحة علمية لان الناس هللت في الوقت اللي هو اعلن الاعلان الاولاني واعتبروه عالم بقى وباحث وما بيكذبش. بعد كده قال انا كنت كذاب، انا كنت عاوز اثبت حاجة فانا لازم ازقها وخلاص. فهمتوا الفكرة؟ عشان كده إنجيل ذكر أنه مش كل العلم، بس في علم كاذب الاسم، يعني علم بالكذب. فمش كل ما حد يتكلم لغة علمية الناس تنبهر. تستغربوا أن أغلب الناس بتظن أن العلم بيقول دلوقتي أن ربنا مش موجود. وفي فيديو كان عمله جورج باسيليوس أظن عن كده، في أكتر من فيديو، تعمل ديسكشن مع أي واحد في جامعة في أمريكا، Do you believe in God's existence? No. Why? Because science said so. وتلاقي الإجابة دي مكررة عند عشرات. تقول what's in science قال كده؟ ما عرفش يجاوب. بس هو قالوا له كده، أنه العلم قال أن طلع ما فيش ربنا. Well, I believe in science. طب هات لي بقى الحتة العلمية اللي قالت أن ما فيش ربنا.
اساسا المقوله غلط، لان ربنا ما ينفعش يبقى اكسبيرمنتال يعني عشان العلم يفتي فيه. ارجع تاني واقول المنطق يتاثر بميول الانسان وذكائه واغراضه. المنطق دايما مرتبط، مخك ذكائه واصل لايه، وميلك ايه، غرضك ايه من المناقش. انما الايمان مش هيتاثر بالحاجات. مبادئ علم الدفاعيات الارثوذكسي، انا بقول لكم انا يعني مش بقول محاضرة قوية لان انا لسه بذاكر الموضوع. اثبات وجود الله، يعني لو جيت لطفل ارثوذكسي بريء، ربنا موجود ولا لا، هيقول لك اه عشان انا بقول ابانا الذي. فتحسوا انت يا عبيط يا ولا، انا بقول لك انا بسألك ربنا موجود ولا لا، يقول لك اه طبعا، مش انا بقول ابانا الذي. على فكرة بقى هو ده صح، يعني بما اني بكلمه طول عمري واقول له يا بابا كل يوم صبح وليل يبقى موجود. فهمت الفكرة؟ هتقولي لا ده شغل مجانين، صدقني هو ده الاقوى. الليتورجية او صلاة الكنيسة، الشخص اللي وقف يكلم ربنا وحس بيه وتعامل معاه تعامل شخصي جوه القداس وفي اوضته ولجأ له في محنة وتدخل ربنا في حياته، مش هيعرف يدي ريزونينج، مش هيعرف يستخدم اللوجيك، بس مش ممكن حد هيهز ايمانه بربنا. ادي بقى الابولوجيتكس الارثوذكس اللي مبني على صلاة، اللي مبني على تقليد مقدس. يعني ايه؟ استلمنا كده، الكنيسة قالت لنا كده، انت يترست الكنيسة والكنيسة قالت لك ربنا هو ربنا يسوع وبيحبك ومات عشانك ومستنيك في السماء. خلاص يبقى هي كده اقوى من اي حاجة. زي الطفل اللي بيقول ماما قالت وماما ما بتكذبش، يحصل اي حاجة في الدنيا الا ان ماما تكذب. اهو ده ما عندوش ريزونينج بالمعنى العلمي، لكن عنده قوة وثبات مش هتلاقوه ابدا في حاجة تانية. بالتالي شهداء الكنيسة حجة من حجج الدفاعيات الارثوذكسية. طقس الكنيسة، يعني اظن حكيت لكم مرة حكاية في التاريخ غريبة شوي. في زمن القديس الانبا بشوي حصل بدعة في بعض الاديورة في الجزيرة العربية. الجزيرة العربية كانت مليانة اديورة، وبعدين بلغوا القديس الانبا بشوي ان احد البدع بتقول انه ربنا ما فيش أقنومية، ما فيش ثلاثة أقانيم، لغوا الأقنومية. فعمل حاجة غريبة جدا الأنبا بشوي، عمل أفف من ثلاث ودان وشال الأفف وسافر وراح الدير. هم يسمعوا عن أنبا بشوي، دخل ايه ده أنبا بشوي بنفسه قالنا وبتاع، ايه ده بس انت معاك أفف غريبة ليه كده؟ قال لهم اصل احنا تعودنا كل حاجة في حياتنا بالثالوث. بالذمة دي حجة، يعني بالذمة ده منطق تثبت بيه الثالوث، عامل أفف بتلات وداني بس الثالوث مظبوط. أنا مش بسخر، أنا عاوز أوريكم منهجية القديسين في إن هما بيقولوا لهم إحنا حياتنا كلها واستلمنا وكنيستنا ورشم الصليب قال لنا ربنا مثلث الأقانيم، وبالتالي أي حد يقول غير كده يبقى هو كذاب والشيطان بعته. طب باي لوجيك؟ لا مش هتيجي باللوجيك. باي ساينس؟ ما ينفعش، وربنا هتدخله انبوبة اختبار هتحطه تحت الميكروسكوب ازاي؟ فمش هيطلع الثالوث بالساينس ولا باللوجيك، مش هيطلع، لكن هيطلع بالايه؟ بالتسليم وبالايمان وبالطقس. امثلة هديكم امثلة عشان برضو ما بقاش بقول كلام شكله ملوش معنى. في التسبيحة مثلا احنا عندنا فكرة غريبة شوية. تصوروا معايا تاني ان واحد بيصلي تسبيحة كتير، تسبيحة فيها جزء كبير قوي عبارة عن الخليقة تسبح. اللي حافظ منكم الهوس الرابع كله عبارة عن الخليقة تسبح، الهوس الثالث، الثالث فتية بيستدعوا الخليقة للتسبيح، الهوس الثاني داود بيقول سبحي لأن إلى الأبد رحمته ويكلم الخليقة. إذن التسبيحة نفسها بتقول لي ان الدنيا دي عبارة عن مخلوقات بتسبح الخالق. تصور واحد عايش في التسبيح متبرمج تسبيح، فيجي واحد يقول له على فكرة طلع ما فيش كرييشن، ما فيش مخلوقات وما فيش خالق، ده يأكله.
يعني ايه اللي بتقول؟ ما انا طول الليل بقول، مش هيعرف يشك في نفسه، مش هيعرف. خلي بالك قوة الصلاة والإحساس إنه بيعمل حاجة مظبوطة، إنه فعلا سبحي أياتها السماوات وأياتها الطيور والبحر ولما يقول مثلا أمطر مطرا وأخرج الرياح من خباياها، والفاعل في كل ده عبارة عن مين؟ ربنا. يبقى ربنا موجود ومسؤول عن خلقته، وإحنا عايشين المعنى ده من صغرنا وهنفضل عايشينه. أنا بأكد تاني أنه الدفاعيات الأرثوذكسية المبنية على الاختبار أو الخبرة أو الصلاة أو الحياة أقوى جدا من الدفاعيات العقلانية، لأنك لو أنت بتتكلم بالعقل بس هيطلع واحد بالعقل يغلبك يجيبك، لكن لو أنت بتتكلم بالخبرة اللي قدامك هيفتح بق مش هيعرف يرد. ليه؟ That's my story, that's my life, that's very personal. فمش هتعرف تقول لي او لا. انا مش بكلمك بقى ايه واحد زائد واحد يساوي اتنين، انا بكلمك عن حياتي، حاجة تخصني انا. كمان لما يقول مثلا صنع الانسان على صورته وكشبه، يبقى احنا بنحكي العقيدة كل يوم في التسبيح. بنأكد ان المسيح هو ربنا في التسبيح، بنأكد ان العذراء ايقونة البشرية. ليه حاطين جزء دايما للعذراء؟ اصل العذراء دي الموديل بتاع البني ادم الصح، اللي لما المسيح تجسد وفدانا ورانا بقى الايه، ينفع تبقوا شبه امكم يعني، هي دي بقى الايه المنظر المظبوط اهو، هي دي البشرية الصح. فبقينا دايما مش بنبص لها بس كقديسة، لا بنبص لها ونقول يا سلام نفسنا نبقى كده كلنا. والتسبيحة بتنقلني إلى إحساس إنه الحياة الأبدية كلها كده. فما يجي حد يقول لي مفيش أبدية، يا عم ده أنا كل ليلة بدقها. مفيش أبدية إزاي؟ ده أنا مستنيها. ده أنا بس استطعمت حتة بالليل، لكن بكرة أنا ما أوريش غير كده. فلو حد قال لك لا خلاص، على فكرة القصة آخرها هنا. There is no afterlife. ولا تعبر. حتى لو جاب لك فلاسفة الدنيا بيقولوا باي لوجيك مفيش afterlife، مش هتمشي معاه. يا ترى فهمني ولا لا؟ بحاول. التقليد المقدس كوسيلة أخرى في الدفاعيات الأرثوذكسية، أن ربنا أعلن سره لكنيسته وسلم كنيسته أسراره، وأن ربنا يتعامل مع البشر. فالله الحي المتعامل مع البشر الموجود وسط شعبه، هو مش محتاج ريزونينج، مش محتاج لوجيك، بس محتاج حوارات عقلية كلها مرتبطة بأن ربنا شغال ومازال شغال. كمان شرح الآباء للإنجيل هو المرجعية الأساسية عندنا. بقرأ كتاب اليومين دول عن أسيس بروستانتي، أنا قلت لكم بقى دخل الأرثوذكسية بعد لفة طويلة من الأدفانتست بتاع الميثودست للمعمدانيين، وبعدين بعد اللفة دي كلها اختار يبقى أرثوذكسي باقتناع وكتب كتاب رائع. فقال انه الفرق الكبير انه كل واحد بيفسر الانجيل بمزاجه وبيقول اقطع دراعي هي كده. طب هو الروح القدس بيقول ده وده 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 وكله ضد بعض، في حاجة اسمها كده؟ يبقى الناس دي كلها بتفتي، وصل لكده. يبقى كل الناس دول بيفتوا من دماغهم وبيقولوا الروح القدس بيقول. انا عاوز اعرف اللي أمنوا في الأول أمنوا على أي أساس؟ فاكتشف أن الأرثوذكسية هي اللي ماشية في العنوان ده، اللي أمنوا زمان فاهمين الكلام إزاي، بس ما بنغيرش في اللي فاهمينه، نتأمل براحتنا، بس الثوابت ثوابت. فإحنا مش بنقرأ الإنجيل، إحنا بنستقبله زي ما فهمته الكنيسة وزي ما علمته. فأنت ما عندكش مطلق الحرية تمسك أي آية وتقول رأيك فيها، لا 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 خالص. الآية دي مقصود بيها ايه زي ما الكنيسة فهماها من زمان قوي، وبالتالي يبقى احنا عندنا فكر واحد ما بيتغيرش. لان احد اسباب الالحاد في العالم السولا سكريبتورا، لما كل واحد بقى يفسر الانجيل بمزاجه، بقى واحد طالع يقول انهي بقى مسيحية اللي صح. فاللي حصل من البروستانتية خدم الإلحاد جدا، لأنه ضيع المسيحية، لأنه فتت المسيحية إلى
عشرات الآلاف من الموديلات. فيطلع بقى ان ربنا على كل لون بقى، يعني ده كل واحد بيألفه، يعني كل واحد بيظبطه بمزاجه. فيطلع طبعا الملحد يقول لك واضحة، انتوا اللي خلقتوا ربنا. فده بيقول عليه شكله كده، وده بيقول شكله كده. لكن في الأرثوذكسية احنا ما خلقناش ربنا، ربنا هو اللي خلقنا، ومالوش غير شكل واحد ورأي واحد وشخص واحد، وما فيش مجال للاجتهاد في دي. هي حقيقة واحدة معلنة للبشرية مسلمة للكنيسة، اختبروها وعاشوها وسلموها، ومحدش عنده مجال يغير ويفتي فيها. مثل تاني، الحياة الكنسية شاهدة للحقيقة، لأن الكنيسة بلتورجيتها بمنهجها قادرة تغير البني أدمين. كل العلوم النفسانية والحاجات دي كمية التغيير اللي بتعمله في البشر محدود جدا. إنما قصة موسى الأسود لا، دي قصة حقيقية، دخل الكنيسة طلع واحد تاني، والقصة دي منها ملايين القصص. يبقى واضح إنه الأبولوجيتكس هنا إيه؟ حياة الناس اللي طالعين من الكنيسة، عايشين، دخلوا الكنيسة، عاشوا فيها، اتغيروا بجد. يبقى في حاجة بتحصل. بالبلدي كده كأنك بتقول في الدفاع الأرثوذكسي أنت تصلي إذا الله موجود. يعني إيه؟ يعني ربنا موجود لأنك بتكلمه. حتى لو ما عرفتش تدافع عنه بالفلسفة والعلم والمنطق، لأنك بتكلمه وبيرد عليك، وبينك وبين بعض عشرة طويلة، مش هينفع إن في واحد يهز إيمانك. إنما لو دخلت على المسيحية بالعقل، في واحد تاني أعقل منك هيطلعك من المسيحية. وبالتالي مش هي دي السكة الوحيدة اللي تحسم الموقف. أنت بخبرتك كمسيحي أرثوذكسي بتقول طبعا ربنا موجود، وربنا شخص مش فكرة، وربنا بيحبني، وربنا مستنيني في السماء. كمان من القضايا الهامة ان كل العالم ما عندوش حل لقضية الموت، ولا العقلانيين عندهم حل للموت. انما احنا في الفكر الارثوذكسي المسلم لينا احنا عندنا حل. انت رايح تقول للناس انا عندي الافخارستية دواء عدم الموت. طب ما الناس اللي بتتناول بتموت؟ لا، مش بيموتوا، بيناموا مش بيموتوا. وده ايمان الكنيسة ومنتهى الثقة، بنعمل كده، بنتناول ونغمض عينينا واحنا فرحانين ومطمنين. لو قعدت تتأكد الحياة الأبدية من غير إفخارستية دخلت في أسلوب عقلاني. إنما الأسلوب الأرثوذكسي أنا بتناول، إذن أنا لن أموت. ببساطة كده يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية. كم مرة سمعتها لغاية دلوقتي؟ أقل واحد فيكم سمعها 1000 مرة لغاية دلوقتي، 1000 قداس. كل مرة يعطى للحياة الأبدية جسد محيي. يبقى هنا القصة مش عقلانية، قصة خبرة. زي شهوة كل البشر كانت شجرة الحياة، مثلها الكتاب بموضوع شجرة الحياة ممنوع الاقتراب. جه شجرة الحياة جالنا المسيح وقال أنا الخبز النازل من السماء، من يأكلني يحيى إلى الأبد. كأن هدف الكرازة الأرثوذكسية هي إفخارستية للعالم كله. يعني إيه؟ شهوتك كإنسان مسيحي أرثوذكسي أن توصل العالم كله في يوم من الأيام ياخدوا الدواء، دواء عدم الموت، يعني يتناول. عشان يتناولوا لازم يؤمنوا ويتعمدوا ويتملوا بالروح القدس، يتوبوا، يحبوا الناس، يعيشوا للمسيح، كده ياخدوا الدواء ويدخلوا السماء. قال كثيرون من تلاميذه إذ سمعوا أن هذا الكلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟ علم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون على هذا، فقال لهم أهذا يعثركم؟ لأنه الكلام مش مفهوم قوي، لأنه بيكلم على الإفخارستية. إن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا، هتتلخبطوا أكتر. لو أنت عاوزين كل حاجة بالعقل مش هتوصلوا. الروح هو الذي يحيي، أما الجسد فلا يفيد شيئا. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. منكم قوم لا يؤمنون لأن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون. خلي بالكم، إذا القصة هتلف وترجع إلى كلمة الإيمان.
اللي مش عاوز يصدق لو جابوا له لوجيك الدنيا وفلسفه الدنيا واقنعوه بكل العلوم الانسانيه، هو مش عاوز يصدق، فمش هيصدق، وهيفضل يطلع ريزون من عنده ينفي وجود الله او ينفي الخلاص. لكن اللي عنده استعداد يصدق سهل قوي العقل يخدم عليه ويريحه. لهذا قلت لكم لا يقدر احد ان ياتي الي ان لم يعطى من ابي. من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه الى الوراء. عارفين رجعوا ليه؟ عشان عقلانين، عشان قالوا الكلام مش داخل دماغنا، يبقى العقلانية مش هتوصل لكتير. لو ساومنا العقلاء بالعقل لا ممكن نتغلب ومش هنوصل لكتير. في الاول وفي الاخر احنا بنكرز بمسيح مختبرينه، عايشين روحه فينا، بناكل جسده ودمه، بننادي عليه صبح ظهر ليل. لكن احنا مش لازم نبقى علماء عشان نشهد للمسيح بالعلم، ولا نبقى عقلاء عشان نشهد للمسيح بالعقل. احنا عارفينه عن قرب، وعشان عارفينه عن قرب نقدر نتكلم. ده بالظبط اللي قاله بطرس بقى، اللي ايه الحوار العقلاني ده كله ما دخلش دماغه. فقال له لا، لما قال لهم انتوا كمان عاوزين تمشوا، قال له يا رب الى من نذهب وكلام الحياة الابدية.